السلام عليكم. في احد المتابعين سالني سؤال، قال ان الكيبورد الاي 5000 فيه درام كيت اللايف انا ما اعرف، لكن في شيء اسمه ريل درام كيت اللي هو حقيقي يعني مسجل سامبلر. انا الحين راح اراويك استفاده للجمهور يعني والمتابعين ولك انت اذا حققت المراد يعني اللي انت تسالني. شوف الدرام كيت اللي موجود في الاي 5000 عندك ريل درام كيت، اسم الريل يعني الحقيقي. انزين هاي الدرام كيت الانجليزيه اللي موجوده الغربيه. انزين اسمع مثل معك، في عندك الروك درام كيت، زين في عندك اللي هو درام ماشين، عندك الاكوستيك كيت، زين في عندك البراش هذا موجود من قبل، في عندك البوب درام كيت، في عندك الاي دي ام هذا اللي هو مال الهاوس والتكنو، عندك الهاوس كيت، في عندك الاي 5000 الشلاجر كيت. زين في عندك الاستديو هذا ريل بعد، هذا استديو معناته لايف استديو كيت. سمعت الباور كيت واحد، الباور كيت اثنين، عندك اللي هو البيس درام كيت، عندك الريفز الانالوج، هاي كل درام كيت الغربي. بس شيء بمسمى لايف ما فيه، في يسمونه الريل، الريل هو نفس اللايف يعني هذاك يقول لك حي يعني قاعات حيه، ها الريل قاعات حقيقيه اللي انا سمعتك اياها في البدايه. هذه هي القاعات الغربيه كلها، شوف قدامك. زين للاسف اكس، اتمنى انك انت استفاديت من المعلومه هاي وتحقق المراد اللي انت تباه. شكرا.